كانت الناس تقريبا بتحسدني على حياتي، شايفين ان انا تقريبا ما عنديش مشاكل. اسمي مروة، عندي 30 سنة، عندي بنتين صغيرين 7 سنين و4 سنين. حياتي كانت زي أي بنت عايزة تتجوز وتخلف، وعندي هدف وبسعى ليه، واشتغلت ميك اب ارتست 7 سنين والحمد لله نجحت في شغلي. كانت الناس تقريبا بتحسدني على حياتي، شايفين ان انا تقريبا ما عنديش مشاكل. بس بعد كده حصلت ظروف وابتدت حياتي تتغير، تغيير حياتي كان مختلف وأثر فيا جدا، وما كنتش عارفة المفروض ان انا اعمل ايه، ما كنتش عارفة ايه الصح، ومش عارفة طيب القرارات اللي انا كنت باخدها في حياتي قبل كده كانت فيها حاجة غلط هي اللي وصلتني لهنا. كنت في حالة مش عايزة اي حاجة غير ان الدنيا تقف وافكر بس. انا مش لوحدي، انا معايا بنات، لو حصل لي اي حاجة هما اللي هيتضروا وهما اللي هيتعبوا. كنت ممكن اتعصب واتنرفز ازعق، واحس ساعات انه بناتي ملهمش ذنب اصلا ان انا ببقى بزعق لهم، يعني مش انا والدنيا عليهم. وقعت كذا وقعه وقمت، وحياتي كانت من فوق لتحت زينا كلنا وزي اي بني ادم. بس الحمد لله انا ولا مره وقفت وما كملتش. الجيم، وهناك عرفت، دخلت الكلاس بتاع اليوجا وعرفت اليوجا. المرة اللي أنا خرجت من الكلاس ده كانت من المرات اللي مش هنساها في حياتي، من الحاجات المختلفة جدا اللي حصلت لي. إحساس بالراحة غريب ما كنتش حسيته بقالي كتير قوي، إحساس إن دماغي فاضية وجسمي حر وحاسة بنفسي، ده كان إحساس حلو قوي. من هنا بدأت أقرأ بقى عن اليوجا وبدأت أفكر إن أنا أدرسها. أول ما نبتدي ستاشن هنركز ونبطل نفكر في أي حاجة، كل عضلات جسمنا تبقى مشدودة ورجلنا ثابتة وقوية على الأرض. وابتديت ان انا امارس اليوجا على طول بشكل مستمر، بدأت ابقى شخص تاني مختلف جدا في كل حاجة. بقيت حاسة بجسمي كويس قوي، حاسة بكل حركة بعملها من اول صوابعي وايدي ورجلي رقبتي وظهري، وكل الحاجات اللي كنت بشتكي منها وكل الالام اللي كنت بشتكي منها فجأة ما بقيتش احسها، بالعكس بقيت احس ان انا واحدة خفيفة. عرفت اتنفس ازاي، النفس اللي بيخليني قادره احس الحياه وقادره احس ان انا لسه عايشه.